الضفة الغربية والقدس احتجاجا على ظروف وفاة الأسير الراحل. تصاعد الغضب الشعبي عقب وفاة الأسير ميسرة أبو حمدي بعد معاناة طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عند باب الزاوية في مدينة الخليل تجددت المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين. هكذا عبر الفلسطينيون عن مشاعر الغضب على ما يعتبرونها جريمة حرب تنفذها إسرائيل بسبب الإهمال الطبي للأسرى. تزامن ذلك مع تشريح جثمان الشهيد أبو حمدي في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي بحضور ممثل لوزارة الصحة الفلسطينية. أفرض أنه أنا ابن السماعة 25 سنة آخر ليش يطلع التابوت، شو بدي فيها؟ يعني مين بيرضاها من العالم؟ مين أي حد بيرضاها؟ هيزي كمان جريمة حرب. وفاة الأسير ميسرة أبو حمدي تعيد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى واجهة الأحداث من جديد وتمنحها زخمة أكبر، قضية يقول الفلسطينيون إنها أصبحت تتطلب تحركا دوليا عاجلا لرفع المعاناة عن الأسرى في سجون الاحتلال. في الخليل ونابلس شل الإضراب كل جوانب الحياة، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات العامة أبوابها، بينما شهدت معظم مدن الضفة الغربية إضرابا جزئيا، وخرجت مسيرات منددة بالاحتلال وممارساته تجاه الأسرى. أما على صعيد التحقيق الدولي الذي يطالب الفلسطينيون بإجرائه، فأكد نادي الأسير الفلسطيني أنه أعد تقريرا سيقدم قريبا إلى محكمة الجنايات الدولية. كون السلطة والقيادة الفلسطينية حتى الآن في موضوع استثمار الائتلاف الأممي لم يتم توقيع البروتوكولات الخاصة بالتوجه إلى المحاكم الجنائية، ولكن نحن نستطيع كجمعية غير حكومية أن نتوجه إلى المحكمة الدولية. ملف الأسير ميسرة أبو حمدي وقررنا بإجراء التشريح الفلسطيني يعني لقناعتنا أنه كان مصاب بالسرطان لعدة سنوات ولم يقدم له العلاج، هذا الملف سيكون جاهز إضافة إلى ملف الشهيد عرفات جرادات. وفي سجون الاحتلال بدأ الأسرى إضرابا عن الطعام لثلاثة أيام، حيث أعادوا وجبة الإفطار لسجانهم، وتشهد السجون حالة من الغضب والغليان واستنفارا أمنيا إسرائيليا تحسبا لأي طارئ. ياسر رام، الجزيرة، الخليل المحتلة.